الحرمة تساعد ترى اي في الاثاث. احنا هاي ابو شايع اختار اثاث الكتروني او مفروشات. الحبيب ابو شايع شوف ابو شايع حتى في حاجه اذا لبس الشنطه وهذا يثقل زين ان شاء الله. وش ذا اللي يصير خفيف ولا جمدية؟ ها يصير هواء. لا خذ علم الطيب. وحنا اللي كفو 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 دلت كفو كفو والله كفو والله ابو شايع عليك جود ومياش علمك سابق وانا اخوك. جنبيه وش زراف ذا ولا ايش؟ طال عمرك راسها زراف شلتها حضرميه حلوه هذه اهداها علي خالي الله يرحمه. الله يرحمه ويطول شامها مني الرجال في مجلس شيخ من شيوخنا وقلت الهدايا انت خابر الهدايا لا تهدى ولا تنبع. والله انا شامها شوم تطيب لكن انا كم علمنا نعلم ماني بايعها هي. كم بالله سامها؟ كم؟ كم سامها بالله؟ برزقها شامها باللي شامها تبي تورق انت نشوف كم يا علم شوف شوف انت على صح كم يا عبد الله يا ابوها اسمع سامها شوم تنطيب سامها 25 كم بيفرق الرجال بس؟ لا دخل ما شامها 25 والله ما وصلت طالع عمرك. لا والله على حرام تلقاها وي والله شوف لقد ترى الجنابي والله نبي اعرف منكم لكن بوضح لك. لا انت كل جنبيه لها سعرها صح. فيه جنابي حتى شفت الحديد تقصه الحديد كم تسوى كم وفيه جنابي لا حذفت لا حذفت على الحديده ذي وهي اردى حديده اندلمت يا رجال منشار منشار ب 5 ريال ولا ب 10 ريال هذاك ما عليك ما عليك ما عليك يعني تبغى يرد عليك اسمع لا 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 اسمع اسمع الكلام الفرق اللي بينك اسمع الكلام اسمع الكلام لا 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 اسمع الكلام براسه في في شيء انت يا دقيقه دقيقه قول لا اله الا الله يا ربي خلال هلا يا كحلا خلال هلا من مخليها والله لهلا كلام هابد ما يخال لا لا اسمع اسمع الفكره وابشر بنا وابشر بنا بدارك لا لا ابشر بك بجنبيتك ابو ناصر ما انت مفتك احد لا 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 الجنابي يا رجال اسمع لا لا الجنابي ما عرفتنا يا رجال اسمع هو عنده فكره ابو ناصر اسمع الكلام شام طال عمرك اسمع الكلام طيب اندع صوتك الوقت ذا الوقت ذا الوقت ذا الجنابي ذي مغرديكو اي فعلا سمعت ولا لا؟ خلينا نكون واقعيين يا اخي احنا قلنا سمعني هذا تراث هذا تراث لا تغلط على شلومنا انا خليني اقول لا تغلط على شلومنا يا ابو لا تغلط انت هذا الشلم انا بهرج وذا مرينا خزينا لا تغلط لا تغلط اسمع قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله اي والله يشغل قول لا اله الا الله اسمعني هذا تراث يا ابو مدعي ابو مدعي ابو مدعي هذا هذا تراث هذا تراث تراث وسلم سمعت ايوه لا هو بيستفاد منها في تقطيع الحديد زي ما يقول لا تقطيع الخشب سمعت الحديد لك هذا تراث اللهم انه مكان سمعت مع الرجال اخوي اسمعني الرجال اخوي ف جنابي ما تلبسوا الجنابي بعض الجنابي تقص الحديد وبعض الجنابي قلت له اسمع شو قلت له انا وش قلت له قلت خل جنبيتك على جنب واللي يبغى يقص حديد ما راح نجيب جنبيه يقص به حديد بياخذ له منشار ياخذ له منشار من قوه الشله قدرها قدرها في تراثها وفي اصالتها لا تغلط على شلومنا ايه؟ لا تغلط على شلومنا الله يعطيك العافيه ما غلط رجع على شلومنا شوف شوف عندك هذا بيغلطني بالقوه بس اسمع والله باطل يا فريدي عند الرجال جامن علي الحرام ما البشر عنده جامن والله والله تاخذها والله تاخذها والله حرام هديه هديه عبد الله والله البشر والله انت والله انت البشر عبد الله سلاح يا عبد الله كرعاني هذه هديه من حق ومطرق اللي حق اسمع يا ابو مطرق ابو مدعد لا تغلط على شلومنا يا ابو يا رجال فارقني هنا بس تغلط على شلومنا جنابين لا تغلط عليها يا ما تجي يا اخو جنبيتك ذي لا تغلط هذه ب 5 ريال جنبي ب 5 ريال تغلط عليها ب 5 ريال في محل ابو ليلي والله ما هي ب 5 ريال روح بس عن هنا والله ما هي ب 5 ريال طيب اسمع يا ابو مدعد طال عمرك شام دراهم لا تغلط علي يا 5 ريال دراهم والله يشتغل يا رجال هو شيخ محمد صدق انا طيب اسمع وعلى الله جوك الناب وسقنا البندق يا البندق هذا هذا اللي عرفله هذا اللي عرفله صح ارحم شبابك عندنا عندنا عندك جنبيات كثير وناخذها من اليمن اغلبها من اليمن ليه احنا ايه يا سيف شوف احمد من اليوم في العزبه يحوس ويسوي والله ما سويت شيء احمد تستذيب بشكل ما تجي الا منك